الله مساءكم أعزائنا المشاهدين، أهلا وسهلا بكم في برنامج الحصاد لهذا اليوم الاثنين الموافق للثاني عشر من شهر شعبان لعام 1438. والآن إلى العناوين. المرأة في عهد سلمان الحزم محور أساسي في المسيرة الوطنية. تعليم الشرقية يتفاعل مع تقرير أم كلثوم. سعود بن ثنيان يرعى مؤتمر الجبيل لأمن المعلومات. وفي الاقتصاد، التجارة تقلص بدء النشاط التجاري إلى 4 خطوات. 5 مليارات ل124 مشروعاً للمياه بالشرقية. نشميات حائل يمكن سائق حافلة تعرض للإغماء أثناء عودتهما من الجامعة. نفتتح حصادنا بتحية فخر وإعزاز وإجلال لجنود البواسل في الحد الجنوبي. وحين نتحدث عن البطولة تتجه البنان إلى الحد الجنوبي، هنالك يقبع أبطال عاهدوا وصدقوا، فإما النصر أم الشهادة. فهل سيكون إلا النصر حليفهم بإذن الله؟ وتتوالى البطولات التي تبشر بالنصر القريب إن شاء الله على ميليشيات الحوثي الخائنة والعميلة والتي أصبحت في النزع الأخير. فكل محاولات الغدر لم تجدهم نفعا، حتى تم إحباط آخر عملية تسلل قبالة حدود جازان أسفرت عن مصرع 9 عناصر حوثية، حتى فقدت جميع حيلها فباتت تلجأ للتزوير والتلفيق في الفيديوهات والصور علها تبث الأمل في أتباعها. ولكن هيهات، فمن عرف أبطال الحد الجنوبي وشهد عنفوانهم فهو موقن أنه مهزوم لا محالة. إنما هي مسألة وقت مهما طالت أو قصرت، ونحن ماضون في عزمنا عليه حتى نبلغ هدفنا. فلا مساومة في حقنا الشرعي بالدفاع عن أمن بلاد الحرمين الشريفين أطهر بقاع الأرض. ازدهر دور المرأة السعودية في المجتمع في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز. وإن لم يمضي وقت طويل على عهد سلمان الحزم والعزم، فالإنجاز لا يقاس بالزمن.
فلو نظرنا فقط لما حظيت به المرأة في عهده حفظه الله، فمنذ توليه مقاليد الحكم حرص خادم الحرمين الشريفين على وجود المرأة في البيعة، فبايعت عضوات الشورى وتم بث ذلك إعلاميا لتكون بعدها موجودة في جميع اللقاءات الوطنية المهمة وتشارك في صنع القرار المجتمعي. نشاهد وإياكم هذا التقرير عن أهم الفرص والتي نالتها المرأة في عهد الملك سلمان حفظه الله. استطاعت المرأة السعودية أن تثبت تفوقها وتميزها على المستوى العربي والعالمي لتدخل مجلس الشورى وتبتعث للدراسات العليا في الخارج. واستمر التباشير الخير بقدوم عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان حفظه الله. ولا شك أن العديد من المجالات الجديدة فتحت للمرأة في عهد سلمان الحزم، حيث مكن المرأة من تبوء مكانتها في كثير من قطاعات الدولة لتساهم في بناء المسيرة الوطنية، ومنها على سبيل المثال المشاركة في الانتخابات البلدية. ولأول مرة تعتبر من أهم الخطوات لتمكين المرأة من إدماج احتياجاتها والمساهمة في بناء المجتمع بشكل فعال، منطلقاً من تعاليم الدين الإسلامي الحنيف. وما زال الدعم مستمراً للمرأة حتى كان أحدث هذه القرارات صدور أمر من المقام السامي بعدم مطالبة المرأة بالحصول على موافقة ولي أمرها حال تقديم الخدمات لها ما لم يكن هناك سند نظامي لهذا الطلب وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية. وقد حظي هذا الحدث بإشادة على جميع المستويات سواء المحلية أو الدولية. كل هذا الدعم يعكس شخصية الملك سلمان التي نهلت من العلوم والثقافة، ما جعله عادلاً باحترام المرأة وإدراك إمكانياتها وقدراتها ودورها كشريك أساسي في المجتمع. فأحدثت قراراته الفارقة في تاريخ المرأة السعودية كصانعة قرار وشريكة فعلية في التنمية بالوقوف في الصف الأول إلى جوار الرجل لتشاركه في اتخاذ القرار وتحقيق الإنجازات التي تنهض بالمملكة العربية السعودية على كافة الأصعدة. لبرنامج الحصاد، يمان بوكلي حسن. تفاعلت الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية مع التقرير الذي عرض في برنامج الحصاد بوقت سابق حول ما يعانيه حي ضاحية الملك فهد من شح بالمدارس وكذلك المشاكل المتعلقة بابتدائية أم كلثوم للبنات. نشاهد وإياكم جزء من هذا التقرير ثم نعود للحديث مع المتحدث الرسمي باسم إدارة التعليم بالمنطقة الشرقية الأستاذ سعيد الباحث. يعاني حي ضاحية الملك فهد بالدمام من قلة المدارس وعدم اهتمام من إدارة التعليم بالمنطقة الشرقية، ويعد الحي من أكبر الأحياء السكنية بالمملكة حيث تبلغ مساحته 26 مليون متر مربع، ولا يوجد به إلا مدرسة واحدة ابتدائية للبنين وأخرى للبنات ومدرسة واحدة متوسطة للبنين تم نقلها من المبنى المستأجر التي كانت فيه إلى حي الفيحاء المجاور لحي الضاحية، ومدرسة واحدة متوسطة للبنات، ويوجد أيضا مدرسة واحدة ثانوية للبنات بينما لا يوجد للبنين أي مدرسة ثانوية. وعند تصفحك لبرنامج نور الخاص بوزارة التعليم ستجد أن هناك 4 مدارس للبنين، منها 2 للمرحلة الابتدائية و2 للمرحلة المتوسطة، والعجيب في الأمر أنه لا يوجد على أرض الواقع إلا مدرستان فقط. ثانوية أم سلمة ومتوسطة فاطمة الزهراء وابتدائية أم كلثوم، وهذه الأخيرة عانت ولا زالت تعاني من ضيق الساحات ومشاكل الصيانة وتكدس أعداد الطالبات، حيث ذكر مصدر خاص للقناة بأن المدرسة تحتوي على 22 فصلا دراسيا، مساحة الفصل الواحد لا تتجاوز 12 مترا مكعب بطاقة استيعاب 25 طالبة، لكن بالواقع يحتوي الفصل على 48 إلى 60 طالبة،
والطاقة الاستيعابية للمدرسة 600 طالبة، بينما بالواقع 1300 طالبة. مشاهدات يومية في الازدحام الشديد والتدافع عند خروج الطالبات بالمدرسة، فكيف بحالهم أوقات الفسحة والحصص؟ في هذا الأسبوع المنصرم حدثت حالتان التماس كهربائي استلزم الأمر استدعاء الدفاع المدني، وحدثت حالات إغماء وتدافع بين الطالبات في منظر لا يسر البعيد ولا القريب. عودة لكم مجددا، يسعدنا أن يكون معنا الآن عبر الهاتف المتحدث الرسمي لتعليم المنطقة الشرقية الأستاذ سعيد الباحص. أستاذ سعيد السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أستاذ فارس، حيا الله المشاهدين الكرام. يا أهلا وسهلا، حيا الله قناتنا الواعدة دي من الفضائيين. الله يبارك فيك أستاذ سعيد. طلعتم على التقرير ما يخص حي ضاحية الملك فهد وما يعني يعانيه من شح في المدارس، ما تعليقكم يعني المبدأي على هذا التقرير؟ طبعا في البداية أستاذ فارس أنا أشكركم حقيقة على طرح هذا التقرير، وتابعنا حقيقة عن كتب وتابعنا كل محتوياته وكل المطالب التي طرحت من خلال أولياء الأمور الذي تخص هذا الحي، حي الضاحية، وهو من الأحياء المحدثة والذي بحول الله تعالى سنسعى جاهدين بإذن الله لتلبية كافة هذه المتطلبات الأساسية. نعم. في البداية حقا لعلي يعني أشير إلى بعض المطالب التي توجه فيها أولياء الأمور ما يخص بالذات مدرسة أم كلثوم الابتدائية بحي الضاحية، وهي التي كانت ربما الأسبوع الماضي هي مدار الحديث حول ما حدث فيها من إخلال الطالبات، وذلك لعلي أوضح أن كان السبب الرئيسي في إخلاء طالبات هذه المدرسة هو يعود إلى وجود خلل في هذا الإطار الحريق، وهو مما أدى إلى إطلاقه بشكل متتابع ومتكرر، وبالتالي كانت عملية الإخلاء التي قامت بتنفيذها إدارة المدرسة بكامل طواقمها. وحقيقة في البداية لعلي أشكر قائدة المدرسة وعلى جهودها المتميزة في هذا الجانب وفريق عملها الذي استطاعوا بحمد الله تعالى أن يعني ينهون هذه المسألة بنجاح تام، فالشكر لها ولكل من عمل معها في هذا الجانب. يعني عملية الإخلاء أستاذ سعيد، عفوا سيد سعيد، على اساس يعني نكون نمشي نقطه نقطه، عمليه الاخلاء التي حدثت انتم راضين عنها، خروج الطالبات بالشكل اللي رايناه في التقرير انتم راضين عنه؟ لا، مساله الاخلاء لعلي انا اشير الى السبب الرئيسي الذي ادى الى عمليه الاخلاء. ما ذكر ان هناك عمليه حريق وقع او غير ذلك، فالامر ليس صحيحا. صحيح. يعني لم يكن هناك اي التماس كهربائي ولله الحمد، ولم يكن هناك اي حريق وقع في المدرسه، وإنما كما ذكرت لك أن الخلل الأساسي الذي أدى إلى يعني عملية الإخلاء هو وجود الخلل في جهاز الإنذار، وتم يعني إطلاقه بشكل متتابع أكثر من مرة. فقامت المدرسة حقيقة مشكورة بإخلاء الطالبات، الحمد لله يعني كانت العملية ناجحة، ولكن أنا أشير إلى أن العدد تقريبا ما يقارب 1000 طالبة في المدرسة، فبالتالي الحمد لله لم يكن هناك أي إصابات ولم يكن هناك أي أضرار، وإن كان هناك بعض الإجهاد وقع لبعض الطالبات حقيقة وتعاملوا معها من الطواقم في المدرسة بشكل جيد، وكذلك أيضا تم استدعاء فرق الهلال الأحمر وتم معالجتها داخل الموقع، والحمد لله لا يوجد هناك أي إصابات. جميل. وإنما كان هناك إجهادات لبعض الطالبات خاصة من يعني لديها يعني بعض المشاكل الصحية في ارتفاع في السكر أو غيره، أو كذلك أيضا الأجواء حارة هذه الأيام فأدى الحر الشديد إلى إجهاد بعض الطالبات. جميل. الحمد لله كان وضعهم طبيعي والله الحمد يعني، ومنا لم يكن هناك أي ضرر واضح في هذا الجانب. الحمد لله. طيب أستاذ سعيد، لو يعني انتقلنا إلى محور آخر وهو محور يعني وجود مدرسة ابتدائية ومتوسطة وثانوية على أرض واحدة، الأرض هذه مخصصة مثل ما ذكر في التقرير أنها مخصصة فقط للمرحلة الابتدائية، وهناك أراضي في الحي الثاني للمتوسط وللثانوي، لماذا يعني عمل هذا المجمع في هذه الأرض اللي هي أصلا مخصصة للابتدائي، الذي أدى إلى ضيق مساحات المدرسة الابتدائية، يعني تكدس عدد الطالبات، عدم وجود ساحات مخصصة يعني للفسح، لماذا بني عليها ثلاث مدارس؟ أشكرك حقيقة فارس على طرح هذا السؤال، وهو أحد المطالب المهمة التي يجب علينا نحن في دار التعليم أن نوضح هذه النقطة بالذات. هذه المدرسة والمجمع التعليمي الذي يخص الثلاث المراحل، لو تلاحظ بأن المبنى أصلا هذه نماذج
هذه نماذج معتمدة من وزارة التعليم، وهذه أحد النماذج المطبقة لدينا هنا في المنطقة الشرقية وغيرها من مناطق المملكة. لو تعود إلى النموذج أحد هذه النماذج، على سبيل المثال لو أخذنا مدرسة أم كلثوم نجد أنها مبنى مستقل تماما ومنفصل، ولكنه مجاور للمجمع الآخر أو المدرسة الأخرى المتوسطة، وكذلك مجمع أيضا الثانوية. وكل هذه النماذج المعتمدة من وزارة التعليم نجد أنها مباني هي مستقلة ولكنها مجاورة لبعضها، مستقلة بكامل منافع حقيقة وخدمات، وهي ليست أرض مخصصة كما ذكرت أنها لمرحلة الثانوية، وإنما هو مرحق تعليمي. هذا بوجه عام نجد أن كل المباني والأراضي التي خصصت للتعليم تسمى مرفق تعليمي، لكن هذا المرفق حسب الحاجة، سواء كانت الحاجة يعني تقسيم ال نعم سيد تقسيم الأراضي أنتوا تقسمونه يعني على حسب ما ترونه، يعني النموذج هذا اللي اعتمدتوه في من الوزارة تطبقونه في أي أرض كانت، سواء كانت مساحتها نقول مثلا 1000 متر أو مساحتها مثلا 600 متر، صحيح؟ هو لعلي أشير إلى موضوع الكثافة، يعني ربما تعلم بأن ضاحية المدرسات نجد بأن الأعداد فيها ما شاء الله يعني أصبح نسبة الإسكان كبيرة جدا، نجد أن امتداد السكان في هذا الحي بشكل كبير جدا، فأصبحت متطلبات كبيرة جدا والحاجة إلى المواقع، يعني فتح مدارس ومواقع أخرى أصبحت من الضروريات الأساسية التي نحن نعمل عليها الآن حقيقة، وهناك بعض العمل جاري أيضا الآن باستئجار بعض المباني حتى نستطيع أن نستوعب الأعداد الكبيرة حقيقة، ونستطيع أن نغطي نسبة النمو المتزايد في هذا الحي. إن شاء الله من بشائر الخير في هذا الجانب أننا نعمل الآن حقيقة، وهذا بدأ الإخوان في إدارة التخطيط المدرسي بالعمل البحث عن مواقع وعن مباني تتناسب للعمل على التجارة حتى نستطيع هذه حقيقة بشرة سارة العدد الموجود حاليا، وأيضا نستوعب الأعداد الأخرى ونخدم الحي وأهل الحي بإذن الله. جميل، إذن هذه بشرة سارة احنا نعتبرها أستاذ سعيد يعني لأهالي. نعم، وهذا يجب الضاحية. العمل حقيقة عليه أستاذ فارس الآن. نعم، لنا نبحث حقيقة عن مباني لإيجار إن شاء الله تعالى مواقع، وبإذن الله تعالى نجد يعني ما يناسب وفق الاشتراطات حتى نستطيع أن نؤمن الخدمة التعليمية لكافة. ممتاز. ممتاز، هذه بشرى سارة الحقيقة أستاذ سعيد يعني لأهالي حي ضاحية الملك فهد. دعنا ننتقل للمحور الثالث، وهو يعني بعض الأهالي يعني يتحدثون عن وجود مدارس في برنامج نور وغير موجودة في الواقع، يعني على أرض الواقع. نعم، النقطة هذه جدا من يمكن يعني أشيرت أو ذكرت أنها أثيرت في فترة ماضية، ولعل التقرير السابق في الحلقة الماضية تحدث بالذات عن هذه الجزئية. هناك على أرض الواقع حقيقة مدرسة ابتدائية واحدة ومتوسطة، الابتدائية هي مدرسة عبادة بن بشر، والمتوسطة أيضا الليث بن سعد، وهي قائمة ويوجد بها طلاب، وهي أيضا يعني مسألة التشغيل فيها يعني جميل. مستمرة بحمد الله. ما يوجد حقيقة في نظام نور أيضا، وجد هناك بعض المدرسة أو مدرستين أخرين اللي هي مدرسة باسم وائل بن حجر وكذلك وائل المرحلة الابتدائية، ومتوسطة وهيب بن أمية، وهذه أيضا من المدارس المحدثة والتي أيضا يجري العمل الآن على استئجار مباني لها بإذن الله تعالى حتى تدخل في عملية التشغيل العام القادم بإذن الله تعالى. ممتاز. وهذه البشرة الثانية أستاذ سعيد، هذه البشرة الثانية. نعم، لأهالي الضاحية أن هناك أيضا مدارس للبنين، هناك مدرسة يعني مدرسة تكون مرحلة ابتدائية ومدرسة متوسطة بتكون يعني إن شاء الله في ضاحية الملك فهد. ممتاز بإذن الله تعالى. ممتاز. ولذلك عندما يعني كما ذكرت أن عند المستفيد عندما دخل على النظام نور وجد بأن هذه المدارس الأربعة موجودة، مدرستين ابتدائية وأيضا متوسطة. الذي يوجد على أرض الواقع الآن حاليا هي المدرستين، واحدة ابتدائية وأخرى متوسطة وبها طلاب العمل قائم فيها، أما المدرستين الأخريتين بإذن الله تعالى يعني يجري العمل الآن على بحث يعني مباني لها حتى يتم استئجار مبنى بإذن الله تعالى حتى تستوعب أيضا كما ذكرت لك
الأعداد ونسبة وكثافة النمو الموجود في هذا الحدث. جميل جميل جميل. يعني هي وضعت في برنامج نور قبل إنشائها، يعني وضعت مسمى المدارس، ويعني أصدر لها قرار ورقم وزاري والمدارس موجودة، اللهم يعني ناقصها المبنى بس، فقط ننتظر فقط إن شاء الله حصول على المبنى حتى نستطيع. جميل جميل. عملية. يعطيك العافية والله أستاذ سعيد. بحول الله تعالى. في هل من لك تعليق أستاذ سعيد أخير طال عمرك؟ أنا أشكركم حقيقة وأشكر لقناة دين طرحها، وأيضا أقدم كامل شكرنا وتقديرنا لكل مطالب الأهالي الذين ظهروا على هذا التقرير وطالبوا هذه حقوق يعني وواجبات يجب أن نؤديها بإذن الله تعالى. نحن نعمل جاهدين بإذن الله تعالى من يعني بدعم وتوجيه من سعادة مدير عام التعليم الدكتور عبد الرحمن جيرس وكافة طواقم العمل الحقيقة في دار العمل التعليم. الله يعطيكم العافية. بإذن الله تعالى نسعى إلى تحقيق هذه المطالب بإذن الله ونعمل جاهدين لتحقيقها بالشكل المطلوب. أيضا لعلي أختم في نهاية هذه المداخلة شكرا أيضا لقائدة المدرسة ولكافة فريق عملها المتميز، ونتمنى لهم التوفيق وللجميع بإذن الله السلامة بحول الله. نعم. ونحن أيضا يعني نوجه لإدارة المدرسة التقدير، ونتمنى إن شاء الله السنة القادمة يعني يكون الوضع أفضل وأحسن من ناحية يعني أعداد الطالبات الموجودين، وإن شاء الله مثل ما تفضلت أستاذ سعيد يعني يكون هناك في المدارس محدثة جديدة وتخف الزحمة من هذه المدرسة. أشكركم أستاذ سعيد على تفاعلكم مع هذا التقرير وتفاعلكم أيضا مع متطلبات الأهالي. شكرا جزيلا لكم، كثر الله من أمثالك. شكرا. شكرا لك. شكرا سيد سعيد الباحث المتحدث الرسمي باسم تعليم المنطقة الشرقية. نذهب الآن أعزائي المشاهدين إلى الخبر التالي. تحت رعاية صاحب السمو الأمير سعود بن عبد الله بن ثنيان آل سعود رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع وبحضور سعادة الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية بالجبيل، نظمت الهيئة الملكية بالجبيل الأسبوع الماضي مؤتمر الجبيل لأمن المعلومات، والذي استمر فعالياته لمدة يومين في المركز الثقافي في الجبيل الصناعية بمشاركة أكثر من 78 جهة وشركة. نشاهد وإياكم هذا التقرير الذي أعده لنا الزميل سلمان المطيري. تنامت الهجمات الإلكترونية الخارجية في الفترة الأخيرة من أعداء الوطن بقصد تخريب وتعطيل الأعمال، والتي قد تؤثر سلبا على سير العملية التنموية والاقتصادية، مما يحتم المختصين الخروج بحلول ناجحة. من هنا حرصت الهيئة الملكية بالجبال على تنظيم مؤتمر الجبال لأمن المعلومات ودعوة نخبة كبيرة من الأكاديميين والمختصين في هذا الجانب لتقديم ما لديهم من حلول وأوراق عمل وعروض تساعد في رفع مستوى الوعي التثقيفي في هذا الجانب. نحن الآن في عصر التحول الرقمي وعصر الاقتصاد المبني على التقنية والمبني على الاتصال والمبني على الانفتاح على الشبكة العالمية، فبالتالي ما في خيار من المنظمات ولا الجهات الخاصة والعامة إلا أنها تتبنى التقنيات وتنفتح على الشبكة العالمية. هذا مع ما يحمله من فوائد للاقتصاد وللشركات بالتأكيد يولد المزيد من التحديات المتعلقة بأمن وحماية المعلومات، ولذلك رأت الهيئة الملكية أهمية عقد مثل هذا المؤتمر انطلاقا من مسؤوليتها على المدن الصناعية، وأيضا كجزء من مبادراتها المتعلقة بتطوير المنظومة الصناعية. إذا ما كنا نقدر نتوقع وش الخطوة الجاية للمهاجمين، يعني الهاكرز لما يجونا ويهاجموننا بشيء جديد احنا ما توقعناه، معناته احنا في مشكلة، احنا في ورطة، معناته راح ننتظر لين يهاجمونا ونحاول نصلح اللي المشاكل اللي سببوها الاتاكرز. لكن لما نكون احنا متقدمين عليهم وعارفين هم اصلا لو هاجمونا كيف بيهاجمونا، معناته حتى لو هاجمونا احنا حامين انفسنا. خصوصا المرحلة الماضية واجهت المملكة العربية السعودية هجمات عالية جدا، مما حتم علينا في الهيئة الملكية للجبيل ينبع ومتريب الهيئة الملكية بالجبيل أن نقيم هذا المؤتمر الذي يشارك فيه نخبة من المختصين والأكاديميين بالإضافة إلى كبرى الشركات العالمية المتخصصة في هذا المجال. يهدف هذا المؤتمر إلى جمع مختلف القطاعات الصناعية والخبراء الدوليين
لمناقشة تحديات الأمن الإلكتروني والتوجهات الإقليمية المرتبطة بالفضاء الإلكتروني وكيفية حماية الخدمات والبنى التحتية الهامة في المملكة بشكل عام وفي مدينة الجبيل الصناعية بشكل خاص. لبرنامج الحصاد الشرقي، سلمان مطيري، الجبيل الصناعية. شكرا للزميل فارس القاضي، وأهلا بكم مشاهدينا في النشرة الاقتصادية. أعلنت وزارة التجارة والاستثمار عن تقليص إجراءات بدء النشاط التجاري لتصبح 4 خطوات يستطيع من خلالها المستثمر البدء في نشاطه التجاري والاستثماري. وأوضحت الوزارة في بيان لها أن تقليص إجراءات بدء النشاط التجاري يعد أحد أهم المؤشرات 10 لسهولة ممارسة الأعمال التي يتم تقييمها بشكل سنوي من قبل البنك الدولي لجميع الدول الأعضاء، مضيفة أنه جاء الوصول إلى الخطوات 4 بعد جهود بذلت من الجهات الحكومية في المملكة تحقيقاً لإحدى مبادرات وزارة التجارة والاستثمار في برنامج التحول الوطني 2020 المنبثق من رؤية المملكة 2030، وهي إنشاء منصة أعمال إلكترونية تخدم المستثمرين من خلال تقليل عدد إجراءات بدء النشاط التجاري من إصدار سجل تجاري وتراخيص ذات علاقة بالنشاط المرخص له للوصول إلى النتيجة النهائية، وهي تحسين مركز المملكة التنافسي في مؤشر سهولة ممارسة الأعمال. كشفت وزارة البيئة والمياه والزراعة عن حزمة من المشروعات التنموية التي تنفذها في المنطقة الشرقية ومحافظاتها التي تتجاوز قيمتها التقديرية 5 مليارات ريال. وعرض وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبد الرحمن الفضلي حزمة المشروعات التي تنفذها الوزارة خلال زيارته لصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز أمير المنطقة الشرقية الأسبوع المنصرم، حيث قسمت الوزارة مشروعاتها إلى شقين. الشق الأول مشروعات المياه وعددها 82 مشروعاً قيمتها التقديرية تتجاوز 3 مليارات ريال، والشق الأخير مشروعات الصرف الصحي وعددها 42 مشروعاً قيمتها التقديرية تتجاوز 2.5 مليار ريال. مشاهدينا، كانت هذه نشرتنا الاقتصادية لهذا اليوم، وعودة للزميل فارس القاضي لاستكمال الأخبار. شكرا للزميلة أمان بكلي حسن. أنقذت طالبتان جامعيتان سائقهن الذي يوصلهن إلى فرع الجامعة في حائل في محافظة الغزالة 100 كيلومتر جنوب حائل عند تعرض سائق الحافلة لحالة إغماء خلال عودتهن إلى منازلهن. وفي التفاصيل، قالت أروى الشمري: في طريق عودتنا إلى منزلنا يوم الأربعاء تاريخ 3 مايو 2017، فقد سائقنا الوعي بعد أن توقف فجأة، وقمت أنا وابنة عمي أشواق بعمل الإسعافات الأولية له، وذهبنا إلى بقالة كانت قريبة بإحدى القرى على الطريق، وأخذنا ماء وعصير احتياطا إذ أن حالته ربما تكون هبوط في السكر، وانتظرنا قليلا للحصول على المساعدة من أحد عابري الطريق إلا أن حرارة الشمس وحالته كانت تسوء أكثر، ما أدى إلى قيامنا بإيصاله لمنزله. للحديث أكثر يسعدنا أن يكون معنا عبر الهاتف من حائل الإعلامي عواد الطوالة. سيد عواد، السلام عليكم. السلام يا هلا وسهلا، حياك الله. أستاذ عواد، يعني كيف رأيت تفاعل أهل حائل مع طالبتان بعد أن أنقذت سائق الحافلة؟ أولا الله يعطيكم العافية على تفاعلكم مع هذه منطقة حائل. يعني لا يخفى العمل التطوعي وحب العمل التطوعي بين الشباب والشابات كذلك. نعم. يعني هذا الفطرة، يعني مجبورين عليها جميع أبناء المنطقة. نعم. اللي حدث اليوم الحمد لله، يعني هذا يفتخر به أي مواطن. صحيح. يعني الطالبات ومعهن، يعني حدث صار، يعني حدث مباشر تدخل منهن، يعني صراحة مشرف. نعم.
هذا يدل على ان 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 الناس كله يعني يحب العمل الخير وحب التطوع وحب المبادرة الإنسانية للجميع. والنخوة النخوة الموجودة، النخوة اللي تربوا نعم عليها. نعم نعم النخوة موجودة. نعم نعم صحيح. يعني هو يعني ما شاء الله يعني المنطقة يعني متميزة حقيقة بنخوة شبابها وشاباتها أيضا، يعني هذا يدل على يعني تأصيل الكرم وتأصيل النخوة. رؤية 2030 قبل أيام معالي وزير العمل دشن مركز تطوع منطقة حائل والوزارة العمل، يعني يهدفون إلى أن تكون يصل الرؤية إلى عدد كبير من المتطوعين. والحمد لله منطقة حائل مجبولين على أبنائه وبناته بالأعمال التطوعية العفوية التي يكون فيها طابع الشهامة والإنسانية. نعم جميل جدا، الله يعطيك العافية أخوي عواد. ما أدري يعني الأخ ظاهر الشمري ودنا إحنا نأخذ معه مداخلة. نعم هذا والد أشواق اللي قادة الحافلة معنا موجود. طيب طيب. السلام عليكم. عليكم السلام، حياك الله أخوي ظاهر. هلا أخي حياك الله. يعطيك العافية، والحقيقة إحنا نهنيك على يعني التربية العظيمة لابنتكم أشواق ولما تميزت به حقيقة من نخوة ومن شجاعة الحقيقة أنها تقل في هذه الأيام. الحقيقة هذا من صفات يعني بنات الرجال اللي يعني فعلا في المواقف الصعبة يعني تبان الأصالة وتبان يعني التأصيل النخوة فيهن. شكرا لك وهذه شهادة نتجه. الله يعطيك العافية، بس لو ترفع صوتك شوي أخوي ظاهر. حياك الله. الله يحييك. يعني لو تحدثنا عن اللي صار مع ابنتكم. اللي صار هو أنه السائق الحافل تعب معهم خلال الطريق. نعم. ونزل ليأخذ يعني ماء من التموينات الغذائية وشوي عصير يعني ليقاوم شوي هذه التعب والدوخة شوي. وبعد ما صار الطريق ثاني مرة رجعت نفس الحالة. وكان في آخر يعني هو منزل مجموعة من البنات ولم يبقى ولا يعني مجموعة أخرى، تعب المرة الأخيرة فنزل ليغتسل وجهه وكذا، يعني بيروح حتى بنفسه حتى يعني لا يحس من الطالبات بالرهبة والخوف وكذا. فهو تعب شوي وطاح عليهن، بعد ما طاح نزلن خمس طالبات من المجموعة اللي كان في الباص والتبقيات، وقامن يعني بإسعافات الأولية له واللي ترش عليها الموية واللي تجلس واللي كذا حتى يعني ارتاح شوي، حملنه إلى الباص ثاني مرة ولم يستطع القيادة في هذه الفترة. فكانت ابنتي أشواق يعني عندها بدايات كذا، هي من كان يعني عندنا بالمزرعة ونجلس أحيانا تكون مع الوالد هناك، أحيانا تجيب أحيانا يعني ما بين المزرعة والبيت ما يجي إلى كيلو أو نص كيلو كذا. نعم. عندها بدايات عن يعني عن الأمور يعني المهمة مرة، ويعني إذا حصل ظرف طارئ زي كذا حكم المناطق الريفية أنت عارف. نعم. وبعد ذلك يعني قادة المركب حتى وصلوا إلى منزل السائق، وعندما نزل بعد تعب مرة أخرى فحمل أنه جميع البنات الخمسة إلى منزل إلى مجلسه في المنزل، ثم استدعى عائلته ثم يعني استدعى عائلته وبعد ذلك قاموا بإسعافه في المستشفى. هذا اللي حصل. جميل، يعني الحقيقة هي قصة تسجل في التاريخ، يعني قصتهم هذه تذكرنا ببطولات الحقيقة سابقة للصحابيات وبطولات يعني جميع الطالبات الخمسة على العمل البطول يعني. نعم يعني يعني جهد يشكرون عليه الحقيقة، يشكرون عليه ويشكر عليه أيضا أنت والد هؤلاء النشميات، وتشكر عليه أيضا يعني بنت عمها، ويشكر عليه حقيقة أهل حائل كلهم أهل النخوة وأهل الشجاعة. لا إحنا علشان ما نسقط حق أحد هم جميع الطالبات الخمسة ترى. نعم هم الخمسة كلهم ساعدوا في فلانة وفلانة، لكن اللي قاد السيارة لابد تقود السيارة واحدة منهم، فكان نصيب ابنتي منهم بس. نعم يعني هذا أيضا يعني يعني قيادة لا عشان ما نهم الحق الآخرات، يعني كلهم قاموا يعني بالدور الإسعافي ما
ما شاء الله طول الدور بطولي ويشكرون عليه. يشكرون عليه كل الفتيات النشميات اللي كانوا في الباص كلهم يشكرون على هذا العمل الحقيقي الإنساني الخير. والد النشمية أشواق شكرا جزيلا لك على هالمداخلة، تحياتنا لك ولوالدة أشواق ولأشواق ولكل نشميات هالحائل. شاكرين لك الله يعافيك، وشاكرين للأخ عواد الطوالة، شكرا لكم جميعا. شكرا جزيلا اخوي ظاهر، شكرا جزيلا. اعزائي المشاهدين بهذا الخبر نكون قد وصلنا وياكم الى نهايه حصادنا لهذا اليوم الاثنين، نلقاكم باذن الله في حصاد قادم يوم الخميس، في امان الله.